لنادي الوطني، وسأستبسل في الدفاع عن الشباك، وسأمنع الشباب وسأمنع الفرقة الشبابية من الوصول للثالث. هناك كرة خطيرة لصالح الشباب، عطاف، جول 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 جول. يأتي الكابيتانو لينقذ الموقف يا شباب، يأتي الليث الشبابي، يأتي الكابيتانو أحمد عطيف ويسجل واحد من أجمل الأهداف لحد الآن في دورة تبوك. سامي الجابر يتنفس السعداء، سامي الجابر يقول أنا هنا، أنا حاضر بخبرتي بحكمتي قادر على قيادة هذا الفريق نحو الأفضل. ودي على عبيد لا تلام، كرة يعني لا تصد ولا ترد، يعني ممكن نقولها بالتنس الفورهاند، اضربها بالفورهاند، اضربها برجله اليمين، حطها على يسار الحارس، اضربها عطيف، لا تصد ولا ترد. ذكرني بتسديدات ندفاد مع اليوفي، وذكرني بتسديدات رونالدو مع الريال، وذكرني بتسديدات اللاعبين الكبار.